للاسف وهادشي صعيب بزاف الاخوان والله. الناس كتزيد القدام وبعض الاشخاص كيرجعونا الله. الناس كتزيد القدام وهاد الناس كيرجعونا الله للاسف. بعض الاشخاص الاخوان مجهولين شعلوا العافيه في هاد الطار وهذا اللي هو مديور على قبلة الساكنة هادي باش يلوحوا فيه النفايات ديالهم. ومع الأسف هاد الأشخاص اللي هما مجهولين شعلوا العافية فاضطروا. شوفوا الحالة ديالو كيفاش دايرة. شوف الناس كتزيد القدام وهاد الأشخاص المجهولين كيرجعونا الله. شوف هما الناس ما قدروش يلوحوا النفايات داخل الطارو هاد للأسف. للأسف الإخوان هاد الشيء صعيب بزاف. ما عرفش كيفاش غنعيشوا مع هاد الاشخاص هادو اللي كيديروا بحال التصرفات الصبيانية. تصرفات يعاقب عليها القانون. اضرام نار في ممتلكات عمومية. شوف الاخوان شوف انتم دابا هما جاوا شعلوا العافية لداخل ومساو. نتمنوا من العناصر ديال الوقاية المدنية باش يلتحقوا في المكان على وجه السرعة. كاينين في شارع بوشعيب الدكالي حي الفرح حدا الدار اللي رابت شارع بوشعيب الدكالي حدا الدار اللي رابت الإخوان في حي الفرح. يعني شوف هاد الناس هادو ما عرفش شنو الغرض ديالهم وعلاش كيفكروا بحال هكا. علاش هما دابا شعلوا العافيه فطاروش شحال ديال الدخان كتخرج منه. الناس ساكنين هنا كاينين وليدات صغار كاينين امهات كاين ناس كترضع. ما فهمتش هاد الاشخاص هادو اللي كيفاش كيفكروا اصلا تداروا هاد الحاله هاد. ما فهمتش والله ما فهمت. بغيت نحاول نفهم ولكن ما فهمت والو. هادو اللي جاو شعلوا العافيه فطاروا يقدروا يحرقوا بنادم حي. يقدروا يديروا اي حاجه توقع منهم اي حاجه. للاسف انا شوف 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 شحال ديال الدخان خارج. شوف شحال ديال الدخان خارج. شوف شحال ديال الدخان هنا. شوفوا الكارثه العظمى. شوف شوف شنو بغاو هاد الناس هادو فاش كيفكروا علاش ما عرفتش والله ما عرفت. العافيه غدا وكتزاد. تخيل معايا النفايات كتحرق وهاد الدخان كيطلع للديور. كيشمو وليدات صغار وناس كبار في السن. هادشي صعيب. هادشي صعيب الاخوان صعيب بزاف. فكنتمنى من العناصر ديال الوقاية المدنية انهم يلتحقوا لاي المكان على وجه السرعة باش يحاولوا على انهم يطفئوا هاد الحريق داخل حاوية ديال الازبال بمنطقة درب سلطان حي الفرح شارع بوشعيب الدكالي. خديجة كتقول لك عندك يكونوا لاحوا شي حاجة تما بغينا تحرق. أي حاجة ممكنة دابا. هذا اللي شعل العافية في طارو عنده غرض بشي حاجة باش يجا وشعل العافية. أنا ما كاينش شي واحد غيجي وغيشعل العافية من راسوك من غير لا كان شي واحد فاقد الوعي ديالو شي واحد في حالة غير طبيعية. ربما بغى يخفي شي حاجة ربما بغى يطفي شي حاجة. العلم لله. فكنتمنوا من العناصر ديال الوقاية المدنية باش يدخلوا على وجه السرعة الشارع بوشعيب الدكالي حدا الدار اللي طاحت في حي الفرح. راه حدا الدار اللي طاحت في حي الفرح راه هي ليه هاد الحاوية ديال الأزبال كاينة.
شوف شوفوا الروينة اللي داروا، شوف شوفوا الروينة اللي دارونا. الناس ما عجبهمش الحال، الناس ما عجبهمش الحال. خديجة بنادم ما فيهش الثقة، حتى الراس ديال بنادم ما تعرف شنو فيه. الله يدي ما خلق، اللهم امين. انت والناس كيجيو كيرميو النفايات ديالهم، انت حتى صعيب. واو العافيه كاينه وكيزيدوا يرميو الزبل. صعيب بزاف. صعيب بزاف. هانتوما شوف، يزيد اما جاو دابا الشركه ديال ارمال اللي مكلفين بهذا الشيء، اما جاو دابا شي طفاو هاد العافيه هادي. فنتمنى على ان الوقايه بلا ما يجيو، اما جاو عمال النظافه باش يطفيو. مشكورين على المجهود اللي غيقوموا به، اما غيطفيو دابا هاد العافيه هادي. برافو لهم، يشكرون على هاد العمل، انهم التحقوا في عين المكان على وجه السرعه قبل من العناصر ديال الوقايه المدنيه. ما يطفوا دابا، مشكورين يشكرون على هذا العمل اللي قاموا به من اجل المصلحه العامه. يشكرون هاد الناس هادو، هما جاوا على وجه السرعه باش يطفيوا هذا الحريق اللي شاعل في هاد الحاويات ديال الازبال اللي كاينين في شارع بوشعيب الدكالي حي الفرح. نعم احنا باقين في البث المباشر حتى كيلتحقوا هما العين المكان. وهذا اللي دار هاد الافعال هادي خصو يتعاقب، يرجعوا للكاميرات ديال المراقبه ويعاقبوا السيد هذا في اقرب وقت. شوف هذا اللي شعل العافيه وخدم دوله على قد معاه، علاش كيقلب؟ وهاد الحاويات ديال الازبال مديورين على قبله الساكنه هذه، مديورين على قبله الناس. يشكرون هاد الناس، مشكورين على المجهودات المبذوله من طرفهم، اما غادي يديروا اللازم باش يطفيوا هاد الحريق. والله شكرا لهم بزاف، شكرا لعمال النظافه بالمنطقه ديال درب سلطان، يشكرون. التحقوا لعين المكان قبل من الوقايه المدنيه. مصطفى سير خويا شد لينا زيت البحر. مرحبا خويا، مرحبا. اما جاو دابا العمال ديال النظافه اللي مشكورين، اما جاو دابا كيطفيو هاد الحريق وكيوثقوا بانهم راهم كيطفيو هاد الحريق. كتعرفوا بنادم يقدر شي واحد يهز التليفون ويصوني راه ما جاوش الناس ديالكم، راه ما داروش، ولكن هاد الناس برافو لهم، راهم دايرين لازم. اما جاو راهم تكلفوا بهاد الحاويه ديال الازبال، وحتى لهنا غنوصلوا على نهايه هاد البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو